أهلا بكم مرة تانية، ونظرة على الصحافة بكل أشكالها الورقية وكمان التغريدات اللي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كمان فيها قراءة للأحداث ومنشتات بشكل مختلف معبر عن الشخصيات العامة. أكيد طبعا. طبعا الخبر المؤسف والحادث الإرهابي الخسيس اللي طال جنود الأمن المركزي بالأمس في يعني عمل إرهابي جديد أكيد متصدر عناوين الصحف النهاردة في الأخبار. استشهاد 11 من الأمن المركزي في عمل إرهابي خسيس، حفروا نفقا أسفل طريق رفح وفجروا المدرعة بنصف طن متفجرات. يعني أنه ليه خسة وندالة، يعني ملهاش معنى تاني والله، يعني هي معلهاش غير كلمة واحدة، هي خسة وندالة. خسة وندالة طبعا ده رد على اللي حصل في أبو شيتا، وهو طبعا قائدهم اللي عايزين نذكركم بيه، اللي هو طبعا كان مختطف عدد من الجنود المصريين في الفترة اللي فاتت، لكن القوات المسلحة استطاعت طبعا ان هي تصفيه جسديا وتخلص من هذا الشر الأزلي. فكان ردهم طبعا على هذا الموضوع. بناخده طبعا في الشروق، مجزرة إرهابية جديدة في رفح واستشهاد ضابط وعشرة مجندين في تفجير مدرعة بشمال رفح، ومصادر ترجح تورط شقيق أبو شيتا في هذا الحادث. وطبعا هم جايبين صورة كده من المنزل اللي تم تصفيته فيه، وبنتكلم بقى عن التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. طبعا يعني هو ده الموضوع المسيطر. لو اتكلمنا عن عناوين وصفحات الجرايد في المصري اليوم، اختارت عنوان يوم الدم في سيناء والإسماعيلية، طبعا نظرا للحادثة اللي حصلت في التل الكبير كمان بالأمس، حادثة التدافع الحقيقة مش مفهومة نهائي. أنا مش عارف برضو بصراحة، يعني التدافع يموت 9، يعني مش قادرة برضو يعني أتخيل شكل الحادثة. 9 مواطنين من أهالي الضباط ماتوا أثناء زيارة أبنائهم في معهد ضباط الصف في تل الكبير. الحقيقة كمان أنه المجزرة اللي حصلت في سينا، في ثالث مجزرة بقرية سيدود، في كمان صورة للنقيب أحمد حجازي. أتمنى أن احنا نكرمه إيمان ونجيب صورته، بس مش عارف هنقدر ولا مش هنقدر. صورة يعني مجرد ما تشوفها يعني تحزن، الشباب اللي بيروحوا دول يعني بجد تحزن، شباب في عز يعني شبابهم ووجودهم بيدافعوا عن الوطن ويموتوا. اتمنى طبعا على مدار الحلقه اتمنى من زمايلنا في الكنترول لو ممكن يجيبوا صورته ويزعوها على الهواء، عشان اقل تكريم ان احنا نكرمه بالشكل ده، او نذكر صورته بيه، او نشوف صورته ازاي عشان نذكر ان ده الشباب المصري اللي بيموت، ده الشباب المصري
اللي بيضحي بروحه في يوم من الايام عشان وطنه، يبقى ما نهاجمش الناس، ما نهاجمش الشرطه والجيش على الفاضي والمليانه زي ما بيقولوا، لا لازم طبعا نعرف ان في ناس بتضحي بروحها بكل الاشكال عشان مصر تعيش ومصر تبقى وتكرمنا ليه ان شاء الله، ان يكون على الاقل صورته تكون معانا على مدار الحلقه ان شاء الله. ربنا يرحمه ويرحم جميع شهدائنا. نشوف السوشيال ميديا، نشوف السوشيال ميديا عناوين مختلفه طبعا بشكل مختلف او منشطات بشكل مختلف. الكاتب مصطفى بكري قال: اليس غريبا، هو بيطرح سؤال، ان يظل مسلسل الدم يتدفق على يد الاخوان وحلفائهم، واخرها حادث اليوم الارهابي في سيناء، بيتكلم عن حادثه امس طبعا، ولم نرى حتى الان حكم اعدام واحد نفذ ضد القتلة. سؤال مشروع. ماشي. علاء شلبي الامين العام للمنظمه العربيه لحقوق الانسان: بتعرب المنظمه العربيه لحقوق الانسان عن بالغ ادانتها لحادثه التفجير الارهابي في منطقه الوفاق غرب شرق رفح، واسفرت عن مقتل 11 شرطي، وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتم ملاحقة الإرهابيين في إطار سيادة القانون. أي قانون يعني؟ أي قانون هم رأوه أصلا يعني؟ عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الخمسين: لابد من وقفة حاسمة وجماعية ضد كافة منظمات الإرهاب والعنف، أن يؤيدها ويدعمها. حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب التيار الشعبي: خالص العزاء وكل التحية والوفاء لأرواح ضباط وجنود الشرطة والجيش شهداء الواجب في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف مصر وشعبها. طيب، ده كان كل ما لدينا من تغريدات وكل ما لدينا حول هذا الموضوع، لكن طبعا بنتكلم عن أكثر تفصيلا وأكثر اتضاحا لمجريات الأمور داخل الصحف المصرية. بنرحب بضيفنا الكريم في أولى وقفتنا مع صاحبة الجلالة وبلاطها، الأستاذ محمد المصري الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير. يعني مش عايزين نقول إن الحزن هو اللي مسيطر علينا في الأول، بس الأمل دايما معانا، مفيش يعني مش حاجة توقفنا، ومصر باقية مهما حصل ومهما كان، وولادها يعني بيضحوا بأرواحهم، مش جديد علينا يعني، مستمرين على طول الزمن ان احنا بنضحي بيه. وده كان بدايتنا من الاخبار، استشهاد ضباط من الامن المركزي وكذلك عساكر من الجنود في عمل ارهابي خسيس حفروا نفقا اسفل طريق رفح وفجر المدرعة بنصف طن متفجرات. شايفه ازاي يا استاذ محمد؟ هو ده يديك مؤشرين استاذ عمرو. اتفضل. المؤشر الاولاني بدا نجاح العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحه المصريه في منطقة سيناء. الحقيقة جهود جبارة بذلت هناك، لأنه لن تتخيل حجم الخلايا الإرهابية التي كانت قد استوطنت بالفعل في مناطق عديدة، تقريبا هي منطقة الشيخ زويد ورفح واللي حصل فيها الحادث المؤسف ده. شيء طبيعي أن الحقد، حجم الحقد الذي يكشف عنه هذا الحادث، هو مؤشر في نفس الوقت لمدى نجاح الضربات التي وجهتها القوات المسلحة للبؤر الإجرامية وللعناصر الإرهابية المتمركزة في هذه المناطق. بطبيعة الحال لا يزال هناك فلول، بطبيعة الحال هذه المواجهة ستستغرق مزيدا من الوقت، ومن وقت مبكر قلت يعني سوف نخطئ كثيرا إذا اعتقدنا أن المسألة خلصت. انتهت. ما خلصت. صحيح. ده مؤداه انه نكون في حاله يقظه. بس يعني احنا بنقلق من تطور العمليات، يعني العمليه دي يعني لما يبدا الكلام عن تفجير عن بعد، ده تطور ممكن يخوف انه الضحايا ممكن يكونوا اكبر، او انه عمليه الاستهداف ممكن تكون اسهل بالنسبه للجماعات الارهابيه. هو مش تفجير عن بعد استاذه ايمان، هم زي ما الاستاذ عمرو تفضل وزي ما حضرتك في اول الكلام تفضلتي، عملوا حاجة زي النفق وبس. هي كمية المتفجرات اللي استخدمت في الحادث هي الملفتة للنظر، لأنه نص طن متفجرات يعني هو يعني 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 شيء صادم جدا يعني. فنص طن متفجرات علشان استخدمه في مدرعة، مدرعة يتصادف ان كان فيها الضابط الشهيد والعشر عساكر من الشهداء راحوا ضحية هذا العمل الإجرامي. بطبيعة الحال ده على اكتفاف يعني هذه البؤر الإجرامية، هذه الممارسات المعادية للدين، للأخلاق، للوطن، للإنسانية. دي التصريحات اللي صدرت عن قادة القوات المسلحة المصرية تعقيبا على هذا الحادث، والقوى الوطنية المصرية تعقيبا على هذا الحادث.
للأسف كان في حادث برضو امبارح حضرتك تطرقت ليه في منطقة التل الكبير وفي معهد ضباط الصف. عدد أقارب الطلبة اللي ذهب كان يعني أكبر من العدد المقرر. في ناس شيوخ، في أطفال، في سيدات. حدث تدافع في أثناء الخروج، سقط يعني الناس الكبار في السن، الأطفال انداسوا بالأقدام. سيموتوا الرقم ده؟ دي بقى مسألة سلوكيات يا أستاذ عمرو، ودي مسألة يعني تنظيم. رقم مفزع، هي يعني التنظيم يعني التنظيم. سلوكيات وتنظيم. ان احنا ما عندناش يعني عارف ثقافة النظام، ثقافة ان يعني ازاي يعني يعني اتصرف في الزحمة يعني، فكل واحد فكر انه يمشي فالناس بتندفع، في غياب ثقافة التنظيم، في غياب ما كانش في داعي للاستعجال. خلصنا زيارة هنخرج يعني بنظام، لو في يعني نقطة تنظيم ما كانش حصل كده فعلا. بقى على كل حال خلينا خلينا نترحم على شهدائنا، الله يرحمه، اللي ماتوا امبارح واللي ماتوا في خلال المواجهة مع الإرهاب. ومرة تانية ده مش هيزيد المصريين إلا إصرار على تنقية وتطهير بلدهم. ومرة تانية ده يقتضي مزيد من اليقظة على مستوى قواتنا المسلحة، على مستوى رجال الداخلية المصرية، وعلى مستوى المواطن العادي الحقيقة كمان. لأن دور المواطن دور مهم جدا أستاذ إيمان، يقدر يرصد الناس اللي بتعمل نفق، ويقدر يرصد ان في متفجرات انتقلت من مكان لآخر. المعلومات دي لما بتوصل للأجهزة المعنية بيبقى لها دور كبير جدا في إحباط مخططات يعني لا قدر الله ممكن تجلب مثل هذه النوعية. تعتقد ده كان يعني ليقصده رئيس السيسي في تصريحاته للأهرام واللي بننتقل ليها؟ مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، وطبعا الخبر كمان بيذكر وفد مجلس النواب الأمريكي الذي يشيد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار. تعتقد يعني ما الذي يقصده بأن المواجهة مواجهتنا طبعا جميعا مع الإرهاب مش هتكون فقط أمنية؟ الرئيس السيسي فعلا ربنا يعينه ويعيننا ان احنا نحقق لمصر احلامها. الرئيس السيسي واضح انه ماشي بخطى مدروسة جدا. في مرحلة من المراحل كانت المواجهة الامنية يعني تقريبا هي كل حاجة، لكن في المرحلة اللي احنا فيها وربنا اكرمنا بقدر كبير جدا من تحقيق الاستقرار، من اعادة مصر تقريبا في خلال 3 شهور الى حالتها الطبيعية. والحقيقة هنا لازم نوجه تحية لوزارة الداخلية، والحقيقة لازم نوجه تحية للقضاء المصري، والحقيقة لازم نوجه تحية لأعضاء النيابة المصرية. لأنه امبارح أنا كنت في محكمة من المحاكم وأنا شفت حجم المجهود اللي بيبذلوه السادة القضاة، لدرجة أن 3 قضاة بيشتغلوا، لدرجة أنه عدد القضايا المطروح على السادة القضاة يعني مش هتصدق لو تحطك في احدى القاعات لقيت القضاة بينظروا 100 قضية في وقت. ده في رول بيوصل 500 و600. المجهود ده لازم يكون محل تقدير من الناس، ولازم يكون محل تشجيع من الناس. لكن الرئيس السيسي تطرق دلوقتي لنقطة جوهرية جدا. مش كفاية ان احنا نعمل مواجهة امنية مع الارهاب، لكن مهم جدا ان يبقى فيه كمان مجموعة من الرؤى السياسات الاجتماعية، إعادة تنظيم المجتمع، إعادة ترتيب أوضاع المجتمع، وده دور الأحزاب السياسية، وده دور منظمات المجتمع المدني بالدرجة الأولى يعني. وبنأمل وبنرجو إنها تصحى من النوم، إنها يعني تحس بمسؤوليتها بأمانة. هو كمان واجب الإعلام، هو كمان واجب الثقافة، هو كمان واجب المسرح، هو كمان واجب الموسيقى، هو كمان واجب الغناء. يعني نريد أن تحدث انتعاشة وجدانية وفكرية، لانه اعظم ما في الثورات هو نتاجها الفكري ونتاجها الوجداني، وده للاسف الشديد لسه ما شفناهوش للاسف الشديد يعني. فسياده الرئيس السيسي تطرق الى يعني القرارات او الرؤى او السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه التي اصبحت مطلوبه بقوه بشده خصوصا على المحور الاقتصادي، علشان يبقى مفهوم الامن مفهوم حقيقي
يبقى الناس مستقرة في نفوسها، ما عندهاش هلع، ما عندهاش خوف من بكرة، ما عندهاش معاناة اقتصادية يعني تجاوزت كل الحدود عند شريحة كبيرة من الناس في المجتمع. كل ده أصبح ضرورة مهمة في إعادة مصر إلى طبيعتها، في إعادة العدالة الاجتماعية، في إعادة المساواة، في إعادة الالتزام بالقانون. وعلى فكرة المعاني دي كلها فعلا بقت ملموسة، ما فيش دلوقتي واسطه، ما فيش كبير، ما فيش صغير، القانون بيطبق. انا على الاقل مشاهداتي الشخصيه القانون بيطبق على الجميع. بس نقدر نحكم ان ما فيش اي تجاوزات يعني فرديه على الاقل؟ مؤكد مش بنسبه 100%، لكن هذا الاتجاه اصبح حقيقه يلمسها الجميع في المجتمع المصري. حتى دلوقتي ما عنديش بتلاقي خيار وفقوس، بتلاقي فيه قانون، اهلا يا سيدي، اهلا يا سيدي، والقانون بيطبق على الجميع. مثل هذه الاتجاهات الحميده مطلوبه جدا، لكن معاها لازم بقى مثلا مشروع قناة السويس، كويس، ده بداية جيدة جدا. والنهاردة في أخبار مهمة في الجرائد عن شهادات استثمار هتطرح وعوائد الخبر اللي جاي إن شاء الله، والخبر اللي جاي بكرة إن شاء الله. فكل دي اتجاهات صحيحة، عشان كده قلت لحضرتك إن واضح إن الرئيس السيسي بيتحرك بخطى مدروسة ومحسوبة يعني مقدما. بندعي له بالتوفيق، وبندعي للشعب المصري بأنه يكون في حالة انتباه، في حالة يقظة، وإنه ما فيش حد غيرنا هيبني بلدنا. يبني بلدنا طبعا، الكلمة دي يا أستاذ محمد عندك حق فيها، مفيش حد هيجي يبني لك عشان خايف عليك، أنت هتبني بإيدك عشان خايف على بلدك ومستقبل ولادك ومستقبلك ومستقبل أحفادك بعد كده. يعني مش فضل ما كل واحد بيسلم أو جيل بيسلم جيل زي ما بيقولوا، لازم طبعا الكل يهتم بمجريات ما يحدث في هذه البلد من أحداث طوال الوقت. خلينا بشكرك أستاذ عمرو، ونركز على نقطة مهمة جدا أستاذ إمام اتكلمنا فيها كتير وما عملناهاش وما انتبهناش ليها، التواصل الصحيح بين الأجيال. المفهوم ده غايب. يعني أتمنى جيل بيسلم جيل، يعني علماء الاجتماع، علماء النفس، كبار المثقفين في البلد، كبار المفكرين، يقعدوا يدونا تصور في كيفية تحقيق التواصل الطبيعي بين الأجيال المصرية بما يحافظ على ثوابت الشخصية المصرية. والله يا أستاذ محمد، إذا كان علماء النفس وعلماء الاجتماع لهم دور رهيب الفترة اللي جاية في ظل التحول كمان النفسي في حاجات ما كانتش عندنا في المجتمع. ده صحيح. يعني حاجات ما كناش نعرف عنها حاجة، بقى عندنا تحرش، بينا للأسف نوصف في الخارج إن إحنا شعب متحرش، عندنا مشاكل في الشارع، عندنا مشاكل نفسية، عندنا تحول كبير جدا، أعتقد إنهم عليهم دور كبير لازم يدرسوه في الفترة اللي جاية. لأن ابتعدنا عن ثوابت الشخصية المصرية. خلينا طيب نشوف الأهرام، توقيع بروتوكول إصدار شهادات استثمار قناة السويس، هم كاتبين اليوم لكن هي غدا طبعا بحسب التصريحات الرسمية، واستفسارات واسعة من عملاء البنك وسط مؤشرات بإقبال شديد على الشراء. عايزين نوجه تحية من هذا المنبر للناس اللي شغالة في البنك، معلش استحملوا الناس واستحملوا ضغطهم واستحملوا لحد الساعة 6، عليكوا عبء كبير، معلش خليكوا قد المسؤولية وشاركوا في المساهمة في بناء مصر. ده صحيح. متوقع انه يبتدي طرح شهادات الاستثمار الخميس او على اقصى تقدير لا الخميس ان شاء الله، خلاص قطعا بكرة ان شاء الله. يعني بعض الاخبار قالت انه يعني على اقصى تقدير ممكن يكون في بداية الاسبوع اللي جاي. على كل حال الفكرة هنا ميزتها انه يعني بتدي توجه عملي واقعي وجديد. يعني مش من عادة الحكومة المصرية انها تفكر بالطريقة دي، فعايزين نحييها بجد. هي وبالسرعة دي كمان خدت فكرة شهادات الاستثمار، وفي اربع بنوك، بنوكنا الكبيرة، القاهرة ومصر والاهلي وقناة السويس وبضمان وزارة المالية. وهنا هناخد نظرية البورصة، تحويل الفوائد الى عوائد. دي بورصة بقى صح، دي بورصة ممتازة، اني اوجد المشروع الوطني وباخد الفوائد اشغل بيها مشروعات وطنية واحولها لعوائد. ده تفكير البورصة الصحيح، ده تفكير البورصة الصحيح. فبقى هنا نوع من البورصة الصحيحة، اني باخد فوائد المصريين اشغلها في مشروعات وطنية تدي عوائد، بتضمنها هيئة قناة السويس وبتضمنها وزارة المالية المصرية. ده كلام 10 على 10، ونسقف بجد اللي فكر فيه ونسقف اللي عمله بأمانة شديدة جدا. تمام. في جريدة الشروق، الانتخابات البرلمانية طبعا يعني مش عايزين في زحمة الأحداث ننساها، احنا لسه منتظرين الاستحقاق الأخير في المرحلة الانتقالية لخريطة الطريق، والأهم طبعا مصدر قضائي باللجنة العليا فتح باب الترشح للبرلمان بعد عيد الأضحى، يعني ده أول معاد يعني يتضح على الأقل مؤشراته. قرار تشكيل تقسيم الدوائر على مكتب الرئيس، اللجنة تضم وزير العدل ومساعد وزير الداخلية
وثلاثة وكمان أسامة أمصان طبعا المساعد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء. تمام. الانتخابات البرلمانية يعني موعدها كان متوقع أن يكون قبل كده بشوية، فتح باب الترشح بعد عيد الأضحى، شايف التوقيت وهذا الاستحقاق إزاي ممكن يعني يضيف على المشهد بعد جديد؟ على فكرة في ناس كتير خايفة من الانتخابات دي. ليه؟ لان هي الاخطر، من هي اللي هتشكل مصر الفتره اللي جايه، لان الدستور يعني صحيح هي اللي هتشكل مصر الفتره اللي جايه، بيدي صلاحيات كبيره للبرلمان اللي جاي. ومين هيكون غالبيه في البرلمان اللي جاي ده؟ هنرجع تاني نعيد القصص بتاعت شراء الاصوات والزيت والسكر، خايفين نرجع للاجواء دي تاني؟ هنرجع، هو طبيعي للاسف، طبيعي مفيش، لانه مره تانية لازم نبتدي في عمليه تنظيم المجتمع المصري، عمليه التنظيم الاجتماعي لا تزال بعدا غائبا. ما هو ما انا بقى هنا بقى الله يكون في عون يعني صاحب القرار، لان بجد يعني كل الدنيا بتحملها عليه في وقت واحد، فلازم يبقى في مبادرات بقى فرديه ومبادرات المفكرين والحزبيين والمبادرات الاجتماعيه، ما هو لازم نتحرك احنا كمان يعني، ما نقعدش نستنى يعني ان الرئيس السيسي هيعمل كل حاجه، يعني عايزين نخلص بالسلبيه دي. انا بتابع كلام المنشور في الجرائد النهارده، حزب الوفد شايف انه يأجل الانتخابات شويه، وحجته ان قانون الانتخابات ده قانون سياسي واحسن لو يطرح لمناقشه مجتمعيه، لكن انا شايف الراي الراجح عند بقيه الاحزاب، الدكتور رفعت السعيد في المصريين الاحرار في ائتلاف مصر، كل دول بيقولوا لا. طيب. احنا عندنا خريطه الطريق وعملنا استحقاقين، الدستور مفيش مشكلة، طيب، انتخابات محمد. رئاسية جرت بأمان كامل مفيش مشكلة، ونقدر نعمل الانتخابات البرلمانية مفيش مشكلة، وأنا بضم صوتي الحقيقة لصوت اللي بيقولوا الانتخابات تتعمل. لازم نخلص من الموضوع ده. طيب سؤال يعني بريء في طرحه خبيث في إجابته، يعني زي ما بيقولوا، يعني شايف التحالفات اللي جاية عاملة إزاي؟ يعني هقول لك، الناس متخوفه وشايفه ان في وجوه كده مش ولا بد. انا ضيعت حياتي في اني اشتغل محرر شؤون احزاب سياسيه. طيب هايل. وعلى مدى 30 سنه كنا بنحذر انه الاحزاب اللي موجوده دي احزاب كرتونيه وما هياش لها وجود في الشارع. تمام. ونشاتها مش نشاه طبيعيه، وانه قادتها ليسوا من ذلك الصنف الاتي من فوق الارض وسط تصفيق الجماهير. تمام. لا توجد لدينا زعامات مبهره، وبالتالي لا يوجد لدينا من لديه القدرة على أن يطرح فكرا معبرا عن الجماهير التي تصفق له أو تدفع به. احنا عايزين نعيد النظر في الكلام ده، عايزين نشتغل، إذا هنشتغل أحزاب نشتغل أحزاب بجد، مش مقتنعين بالأحزاب ما نضيعش وقتنا في المسألة دي. الشكل العام يعني ما نش شايف أحزاب مؤثرة في الشارع، عن التحالفات يعني، وحتى التحالفات. طب الناس اللي ظهرت ايه؟ يعني ليست نتيجة أحزاب حقيقية لها وجود مؤثر أو لها مشروعات ملموسة، يعني مش شايف كده، أو لها فكرة حتى يعني مميز، يعني مش شايف كام واجهة كده من الحزب الوطني القديم ولا حاجة؟ ده برضو يعني هيحصل، مش شايف كام واحد من الإخوان كده برضو إيه يعني. الناس هتعمل إيه بقى؟ هتروح تنتخب تاني ولا هيكون قرار العزل السياسي في إيديها، ولا هنلاقي شريحة هتضعف تاني قدام الزيت والسكر؟ العزل السياسي ده صعب جدا، لان هم الفرنساويين لا اللي اختاروا الشعب مش قانون، اللي الشعب هو اللي يفرز. ناخد الاول احكام المحاكم، ما هيش مياله للراي ده، وهي يعني قصرت ال، لا انا اقصد العزل السياسي اللي بيختاره الشعب، وده الاوقع على فكره من قرارات الشعب. أيوة. في الاخر هيختار بطريقته التقليديه للاسف، يعني مش هيجيب العالم ومش هيجيب المفكر ومش هيجيب الفيلسوف، لكن هيجيب ابن عمه، هيجيب اللي عنده القدره والفلوس، يعني هيجيب ابن عمه وعصبياته وقبيلته وفلوسه. فكرتني في حوار يعني مبهر جدا مع الاستاذ خالد طاهر رئيس النيابه الكليه في شمال الجيزه، مع سياده المحامي العام، مع سياده النائب العام المساعد. الناس بتصرخ من القوانين اللي بيشتغل بيها، لانه قوانين بتغل ايديها عن انها يعني في مرات كتير تحقق العداله، اكل الظهر عليها وشارب زي ما بيقولوا. طب يعني هو عايز بيقول لك انا عايز برلمان مدرك لما يعني ايه قانون، يعني ايه تشريع، يعني ايه عداله. مين اللي هيجيب الكلام ده؟ الناخب المصري. طب الناخب مش هيلاقي في الحاجات المطروحه عليه، مش هيلاقي عالم القانون، ومش هيلاقي يعني صاحب الفكر القانوني، ومش هيلاقي النماذج دي، وحتى ان وجدت ما عندهاش القدره انها تصرف وتعمل حاجات بنظر قانوني. لا ولا الشباب يقدر يصرف، ولا الشباب يقدر يجي، ولا 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 حتى اصحاب الكفاءه زي ما حضرتك كنت تقول ممكن يجوا للاسف. خلينا ندعو من منبركم لمؤتمر يضم المهتمين بالعمليه الحزبيه، ونقعد ونناقش صيغه يعني ديمقراطيه تكون يعني نابعه من الواقع المصري بكل ظروفه. دي المدينه الفاضله مش الانتخابات،
لا دي المدينه الفاضله مش السياسه. نعمل مؤتمر والناس بتوع الاحزاب تقعد. مش ممكن، مش ممكن برضه الناس المحترمه توصل في الانتخابات ونتوصل لقانون سياسي يعبر يجيب لنا افضل افضل. طيب ناس لازم ناخد الخبر الاخير يا استاذ محمد. جريده المصري يوم طلاب الاخوان يتحدون حظر السياسه في الجامعات بالاكفان، وتحذيرات من تجدد العنف والفوضى، والقاهره والجيزه تستعدان للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الامن. يا انت تتحدث عن تنظيم ايديولوجي. هذا التنظيم الايديولوجي من العبث ان تناقشه، من العبث ان تضيع وقتا معه، هو يطرح نفسه كبديل ليك وهو لا يعترف لا بيك ولا بكل اللي انت بتعمله. ودي مشكلة كبيرة. انا مش من انصار الحلول العنيفة ومانيش من انصار يعني الحلول الامنية الخالصة، لابد ان نجد طريقة برضو ايديولوجية، برضو ايديولوجيا بتاع ايديولوجيا هكلمه الايديولوجيا، بتاع فكرة هكلمه فكر، الفكر لا يجلب الفكرة. لكن يعني نختار الناس يعني اللي عندهم القدرة انهم يقدروا يناقشوا الناس دهيت في ايديولوجيتهم في توجهاتهم في فهمهم للنصوص القرآنية في الكلام ده كله. انا اعتقد مصر مليانة، مصر فيها يعني عقول اكتر من عظيمة جدا. نختار الناس دهيت ونختار برضو ناس من هنا تقعد، وتالي ممكن نوصل، لان في النهاية احنا بنشتغل سياسة مش دين. صحيح. ما فيه الصالح العام يجب ان يكون هو محل التقدير والاحترام من الجميع. شكرا جزيلا استاذ محمد المصري الكاتب الصحفي، ويعني نرجو ان احنا نكون وفينا كل النقاط المتعلقة باهم مقالات النهاردة. شكرا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شرفنا. صباح الخير. صباح الخير. عناوين التاسعة خلال لقائه وفده.